البريطانية والجهوية على الخصوص. ولكي لا أطيل أشكركم مرة ثانية. في بداية تشكراتنا الحارة لجمعية أنصار ومحبي الاتحاد الرياضي الفقيدنصر، بادرة محمودة، بادرة يشكرون عليها. فشيء جميل أن نرى أناس صنعت التاريخ الكروي المحلي بل الجهوي. شيء جميل أن نرى فطاحلة التسيير الرياضي، وما أدراك ما التسيير الرياضي، حيث كان الإنسان يخسر فلوس أولاده للفروح أيام استفاد الهاشمي، أيام الفطاحلة. ولنا الشكر، لنا الشرف الكبير معنا واحد هرم كبير وهو الحاج المطيع عديد. نشكر المقاطعة الحاج المطيع عديد، كانوا يحبوا أيضا رجاء بني ملال وكانوا يتابعوها باستمرار ويعجبوا عليها. نشكر الإخوة جمعية قدماء رجاء بني ملال. الشيء الذي سيحفزنا مستقبلا لتوطيد أواصر العلاقة الأخوية بين الأشقاء، ماشي بين فقيه نصالح وبني ملال بل جهويا. والسلام. هذا الفريق العظيم الذي فاز ببطولة المغرب سنة 1975 وكان الهداف آنذاك هو عشيبات 74، وكان الهداف آنذاك هو عشيبات. ومن بين اللاعبين الذين لعبنا معهم المرحوم باباي، الأخ نجاح، نسيلة قبطاري، الأخ الولد وآخرون، استسمح إذا لم أذكر أسماءهم. فريق الاتحاد في خيبر صالح هو فريق عريق دربه مدربون كبار، نذكر من بينهم المرحوم السيد تامي، السيد شغروشي بن عيد، وسيروه رؤساء كبار عمالقة ساهموا من أموالهم من وقتهم. وعلى الذكر يحضر معنا أحد المسيرين الكبار، نتمنى من الجمهور أن يقف وقفة إجلال ويرفعوا قبعاتهم للأخ والسي الحاج عديل المعطي، أحد المسيرين الكبار الذين سيروا فريق الاتحاد. وكان معه آخر من بينهم سم خربة سقيدي وآخرون. كما لا تفوتني الفرصة أن أشكر جمعية أنصار الاتحاد على هذه المبادرة الطيبة، لأنهم بحق أبانوا لنا على حبهم لهذه المدينة وعلى أخلاق عالية. كما أشكر بالإثم الذي وفرنا للملعب. معنا مجموعة من الرياضيين اللي مثلوا الرياضة العمرية سنوات السبعينات، سنوات الثمانينات والتسعينات، وكاينين حتى الوجوه الرياضية ديال سنوات ديال الألفية الثالثة. وبهذه المناسبة فالجمعية كتمنى واحد تقدم واحد الازدهار ديال الرياضه ديال الفقيه بن صالح. وكنرحبوا بجميع الفعاليات بالسلطه المحليه بشخص السيد الباشا السي عادل المعطي وعن طريق المسيرين القدامى فباسمهم باسم جميع اعضاء جمعيه انصار الاتحاد الرياضي للفقيه بن صالح كنشكر الجميع على تلبيه الدعوه وحللتم سهلا ورحبتم سهلا والسلام عليكم.
الرياضيه ديال الانصار ديال الاتحاد الرياضي الفريق الصالح. هذه مناسبه غاليه على الجميع، وهي تصادف ذكرى عيد الاستقلال المجيد الذي ضحى فيه جميع المغاربه من اجل استقلال هذه البلاد، الذين عيشوا الان في ظل هذا الاستقلال تحت الرايه المغربيه وتحت العرش الكريم. وبهذه المناسبه نقدم رجلان للملك محمد السادس عزه الله التحايا وطول العمر. اولا اريد ان اشكر جميع من ساهم في هذا العرس المهيج وهذه المناسبة الكريمة، وأتمنى إن شاء الله للريادة في هذا الإقليم بصفة عامة ولهذه المدينة بصفة خاصة أن تزدهر بجميع الميادين سواء كرة القدم أو الرياضات الأخرى. أنا تعرفوا أن المدينة ديال الخمسة أعطت أبطال سواء في العدول الريفي او في الميدان ديال كرة القدم، ولهذا اتوجه بالشكر الجزيل للدعوة التي وجهها الي انصار الجمعية ديال الاتحاد الرياضي للفقير والصالح، وكذلك للإلحاح الكبير ديال السي الجعد باش نحضر معكم. المسيرين كلفوا بالجيل الصاعد، لان لا بيبينيير كانت عندنا بيبينيير زين، هذيك لا بيبينيير حيدوها منها فروق الاحياء ملي كيتكون الانسان لاعب وداك الشيء، او دار الشباب، ودار الشباب هي التي تكلف بتكوين اللعابه، يردوا لهم البال وداك الشيء باش يشوفوا واحد. دابا كل واحد تيمثل دري صغير دابا تيلعب كره وتيقول انا هو مارادونا، انا هو كونسيل، انا هو هذا تلاميذ شوف لافيتينير. حتى حنا ملي كنا صغار داك الشيء اللي كنا تنتمناو تلحقنا الهدف ديالنا، كنا صغار وتنقولوا كنت بحال زروال نلعب كره، واحد اللاعب عندنا يقدر يدرب لي الحجر. برافو برافو، سمعتي؟ والسلام. كنشكر جمعية أنصار الاتحاد الفقيه بن صالح، ولا قدماء فريق الفقيه بن صالح، ولا المكتب المسير ديال الفقيه بن صالح، ولا الساكنة، ولا الجمهور ديال الفقيه بن صالح على هذه الالتفاتة. ولكن بالنسبة لي أنا كلاعب مريض مصاب بالصدر، فأنا الشرف أن أكون حاضرا بهذه المناسبة الغالية علينا، ألا وهي عيد الاستقلال المجيد كيحبوا اي واحد كمواطن مغربي. فهذه المناسبه كنشكركم بزاف على هذه الالتفاته، وكنتمنى الشفاء العاجل ليا ولجميع اللاعبين اللي قدماء حتى هما بحالي وكيعانيوا من مرض ولا حاله ديالهم صعبه، فكنتمنى لهم الشفاء العاجل.